خويا اش نقول معكم السنداج عبد الرحيم الملقب بالشيباني البوغوس البوغوس زوينه والشيباني لاش ها الشيباني لاش اباني مات الزغيبه قالوا الشيباني اش نقول لك مشاركه تاعي جات غير صدفه ما كنتش كاع كنظن باني غنكون كوميديان جاتني فرصه بغيت نشوف يعني لا شونس مع هاد الشباب والفكاره ما دي السن يعني السن ما كاينش المهم اللي داز ديك 20 مليون يدير بحال ما شافهاش ولا شافك ولا مع 20 مليون ديال مولاها واللي كيدوي على سيد ونفسي اللي غتدخل لداخله ما غيبقى لا وسام لا جمال هذاك الشيء اس ياكلو عطيني شي ضحكه عطيني شي شاش. والحمد لله انا ها أه؟ هو يسمع لا بغى يسمع لا أه؟ البود حدايا نطح راسو وكاع ليس هنا سمعتي <applause> 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 لا حماده شوف حماده لا لا سمعت سمعت حماده اسمع لا 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 الوسامة الوسام ما خدامش خص تكون كوميديا كتضحك على الوسام غتضحك الناس انت وسيم انت واقف كتضحك الناس لا خصك شنو عندك وحماده تبارك الله راه فنان رأى يعني انا كنعترف به فنان كيعجبني غير هو شويه عصبي عصبي شويه خصو يحيد من العصبيه ويكون فنان رائع وهذا العام ان شاء الله انا كنظن انا غيدوز إقصائية التلفاز تمنى لي كل خير أنا دز أو ما دزت فذلك لا يفسد بالودي قضية أنا وصلت واحد سن واحد سن اللي أنا غير جاتني كما قلت لك فكاهة متأخرة ومشارك مع الدراري لا ماشي متعصب لا هو ظريف لا القلب تاعو داخل لو فون تاعو زوين غير هو شويه متسرع هو قلبه ديالو ظريف ولكن كيتقلق شويه لا ماشي الوسامه لا لا ماشي مشكله الوسامه عادي شنو تقلق أنا وسيم أنا بوقوص عليه أنا بوقوص عليه شريف <applause> أش غنقول لك هو قال لي أنا ما غلبتنيش الوسامة غندوزها شوية ديال الماكياج أو هذيك اللعيبة ديال تصط تصط أنا وليت زوين ولكن أنت دخلتي عندهم زوين شنو باش غتعجبك هاد الزين ديالك غتزعطفك نوراً والو ما درتي والو غتدخل عندهم ها زوين وصيفطو وجد لهم شي شي لعب لعب معاهم نضحكهم نشطهم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي